بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون معتدل صباحا وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وكمان جنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع وجود لفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السلوم ومطروح، وبتمتد خفيفة لحد اسكندرية وشمال الوجه البحري، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. اهلا بيكي. وكنت كلمتينا امبارح انه النهارده هيبتدي درجات الحراره تقل شويه، والطقس هيكون طبعا ربيعي، فيه تقلبات جويه طول الوقت، فكلمينا عنها بالتفصيل النهارده. بالفعل يمكن اليوم درجات الحراره هتنخفض عن الامس بحوالي 4 درجات، لان احنا بالامس سجلنا العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، اليوم متوقع ان هي تكون 30 درجه مئويه. لسه بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من المناطق الصحراويه، كتل هوائيه غربيه وايضا بعض الكتل الهوائيه الشماليه، فده اللي هيكون فيها انخفاض طفيف جدا في درجات الحراره، لكن ما زالت الاجواء حاره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، اجواء نقدر نقول كمان حاره على السواحل الشماليه الشرقيه، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، لكن السواحل الشمالية الغربية هي اللي تبدأ تتأثر بانخفاض درجات الحرارة، الأجواء عليها أجواء مائلة للدفء خلال فترات النهار. بالإضافة كمان يمكن من الفترات الأولى من الصباح بدأ يكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده مثير للرمال والأتربة على أغلب محافظات الجمهورية، والأتربة دي ممكن تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، يمكن هي موجودة معانا الآن وهتستمر يمكن لحد فترة الظهيرة، ففي أتربة والرمال مسورة موجودة في الجو على مدار اليوم. كمان خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، لأن الكتل الهوائية الشمالية هتبدأ تأثر علينا، فبالتالي أجواء فترة الليل وخاصة ساعات الليل المتأخر، فترة الصباح اللي بتكون الأجواء فيها أجواء مائلة للبرودة على أغلب محافظات الجمهورية وخاصة المناطق الشمالية، يمكن المناطق الجنوبية لسه درجات الحرارة خلال فترة الليل عليها بتكون مرتفعة نوعا ما، يعني بتوصل 20-22 درجة مئوية، في الأجواء عليها أجواء معتدلة في المناطق الجنوبية مائلة للبرودة في المناطق الشمالية. هنحس أكتر من انخفاض درجات الحرارة، ده هيكون من يوم السبت، من غدا إن شاء الله تبدأ الكتل الهوائية تأثر علينا بشكل كبير، وتكون الكتل دي قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. كمان هيكون في امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فبالتالي من غدا هنحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة، العظمى هتكون 27 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. كمان فترات الليل هنحس فيها بالبرودة وفترة الصباح الباكر. اليوم كمان متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، هتكون أمطار خفيفة ممكن تزيد عن الخفيفة وتصبح متوسطة على السلوم ومطروح، تمتد خفيفة للإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن مقبلها غير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. اللي هنأكد عليه مش عاوزين ننخدع بالدفء والاستقرار فترة النهار أو ارتفاع درجات الحرارة فترة النهار ونرتدي الملابس الصيفية دلوقتي، لأن لسه خلال الأسبوع المقبل هيكون في انخفاض في درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل، لسه في برودة في الجو، فعلى أقل فترات الليل بلاش الملابس الصيفية. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لو احنا هنخرج النهاردة لازم نرتدي الكمامات، والقيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء انخفاض الرؤية. طب بالنسبة لحركة الأمواج وارتفاعها في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، أخبارها إيه النهاردة معنا؟ هو طبعا البحر الأحمر ارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، وهنقول إن هو مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. البحر المتوسط ارتفاع الأمواج من 1.5 ل 2.25 متر، فأيضا هنقول إن هو معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن نخلي بالنا من التعمق داخل البحر المتوسط، لأن في ارتفاع أمواج داخل عمق البحر المتوسط.
بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. وتعالوا دلوقتي مشاهدينا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 30 والصغرى 17، العاصمه الاداريه 30 17، اسكندريه 24 16، العلمين الجديده 23 18، مطروح 24 18، دمياط 34 18، بورسعيد 33 21، اسماعيليه 33 22، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 22، العريش 34 20، كاترين 27 12، طابا 32 22، حلايب 30 20، وشلاتين 32 20، شرم الشيخ 34 23، والغردقه 34 23، الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 19، بني سويف 32 19، الوادي الجديد 36 21، أسيوط 33 19، سوهاج 37 21، قنا 37 22، الأقصر 38 22، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 23. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لكلامك.